باسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر اشعياء، نبدا الاصحاح 44. اصحاح 44 يمكن يكون سهل علشان اصحاح 43 يعتبر مقدمه لي، ولان اشعياء الثقافه بتاعته واضحه في الكلام بتاعه ان هو يحب النوع من الادب والتكرار الأوصاف والتشبيهات، فده نقابله أكتر من مرة في سفر أشعياء. بيقول كده عدد 1: والآن اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا شورون الذي اخترته. بينادي بني إسرائيل أو نداء لبني إسرائيل، قل لهم يا يعقوب عبدي. وكلمة يعقوب معناها كناية على كل بني إسرائيل، مش معناها بس شخص أبونا يعقوب، لكن أصبحت كناية على كل شعب بني إسرائيل. وممكن الواحد يشيل كلمة يعقوب ويحط اسمه، وكأن ده نداء من ربنا يقول اسمع يا فلان عبدي. ولما ربنا يقول للإنسان أنت عبدي، ده يبقى شرف كبير، عكس بعض الناس تحب تقول لا خلاص ربنا قال لنا انتوا ولادي. صحيح هو قال لنا انتوا ولادي، بس ده ما يلغيش ان احنا برضو ما زلنا عبيده. زي ما يكون اب عنده ابن عزيز عليه جدا وغالي على قلبه، والولد ده اتخرج واخد بكالوريوس هندسه، والاب نزله يبقى المدير المسؤول عن المصنع بتاعه كله، يقوم وهو في الشغل بتاعه الولد ده يعمل شغل حلو مهندس شاطر، فيجي الأب يشجعه في وسط العمال والمهندسين كلهم ويقول له برافو عليك يا باشمهندس. كلمة يا باشمهندس هنا ما تصعبش على الواد، يقول له ده أنا ابنك، يقول له ابني ده علاقة شخصية في البيت، إنما العلاقة الرسمية برضه تفضل موجودة. زي بالظبط ما ربنا يكون بيقول كده المثل بتاع ايه، طوباك ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. فبرغم ان احنا صرنا ابناء، الا ان ده ما يلغيش ابدا ان احنا ما زلنا نعتز بلقب عبيد لربنا. بولس الرسول يقول بولس عبد يسوع المسيح، كان دي الهويه بتاعته. وفي روميا 12 يقول عابدين الرب، وكأن دي الشغلة بتاعته، فما يزعلش أبدا من كلمة عبدي. وهنا عبدي برضو مش معناها أنا جبتك علشان أشغلك عندي عبد، لا، لكن ليها معنى تاني، أنت عبدي يعني أنا أملكك، اسمي يدعى عليك، أصبحت بالكلية أنت تمتلك ليا، أنا المسؤول عنك تماما. اسمع يا فلان عبدي، كلمة تفرح أي قلب يفهم كويس قوي المسيح لما يقولها بصوت الحنين. وإسرائيل الذي اخترته، عارف يعني اخترته؟ يعني أنا شاورت عليك كده بالاسم، جبتك بالاسم، أنت مختار الله. فرح لكل إنسان خارج من جرن المعمودية أنه مختار الله، أنت مختار بالاسم. ساعات المعنى ده يغيب عن أذهاننا ويقول أديني واحد من ضمن الناس، واسم من ضمن يعني أسماء كتيرة. لا يا حبيبي، ده عند ربنا أنت مختار بالاسم. زي بالظبط في سفر حزقيال لما ربنا يقول له أنا دعوتك باسمك، من وانت في البطن صورتك، وقبل ما تخرج من البطن أنا قدستك، ده أنت تخصني جدا، أنت مختار الله. ده خبر يفرح أي قلب. اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك. مين اللي هيتكلم؟ ربنا اللي عملك، اللي يعرف كل صغيرة وكبير عنك. هكذا يقول الرب صانعك وجابلك. طب هيقول ايه؟ من الرحم معينك، اللي شالك كده من وانت لسه في الرحم. طب ايه الخبر اللي عايز تقول يا رب؟ يقول لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشورون الذي اخترته. الخبر الحلو والرسالة الحلوة اللي ربنا عايز يقولها لي، ما تخافش يا
يعني انت هتتكلم يا رب والمقدمات دي كلها علشان تقولي كده؟ يقول اه يا حبيبي ما تخافش. طب ايه لقب يشورون؟ يشوروب يعني المستقيم. ربنا بينادي على القلب المستقيم، المستقيم في قواته في قواه، المستقيم في جهاده وفي توبته، والمستقيم ايضا في ايمانه. مش اي حد ربنا يشاور عليه. اللي يتقال له يا يشورون ده واحد محدد ومعين مستقيم في قلبه. يشورون اخذ اللقب ده من ربنا. كام قلب ربنا يشاور عليه ويقول ده يا قلب مستقيم يشورون؟ مين كام قلب ربنا يشاور عليه ويقول هذا العبد الامين، كنت امين في القليل وكنت اقيمك على الكثير. كان قلب يشورون ومستقيم كده. لاني اسكب ماء على العطشان وسيول على اليابسة واسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. ها انا ذا اسكب روحي. طبعا كلمه اسكب روحي دي على طول تفكرنا بالايام المقدسه اللي احنا فيها، اللي احنا بنعيد فيها عيد صعود ربنا يسوع له المجد، ومنتظرين عيد العنصره اللي نعيد فيه بانسكاب الروح القدس على الكنيسه. زي بالظبط الرؤيه او النبوه اللي كانت موجوده في سفر يوئيل، لما ربنا قال كده هيجي يوم اسكب فيه روحي عليك فيتنبأ بنوكم ويرى شيوخكم احلامكم، احلام يعني هيجي يوم الكنيسه تنفتح اعينها بفعل الروح القدس وهتشوف رؤى واحلام. ودي نبوه متقاله في سفر يوئيل على كنيسه العهد الجديد. وهنا في سفر اشعياء بيأكد الرؤية دي لما بيقول ها انا ذا اسكب روحي، اسكب روحي على نسلك. وكلمة اسكب كلمة معناها ان روحي ده عامل زي المية اللي لما تتنسكب تفرح وتروي وتغسل، وكأن دي افعال الروح القدس زي ما هنشوف دلوقت. اسكب روحي يعني انت يا رب بتدينا وعد ان روحك القدوس يسكن فينا. يقول ايوه. تقول بس دي كرامه كبيره جدا وعظيمه جدا. يقول لي يا حبيبي ما انت مش هتعرف ترجع تاني للكرامه اللي كنت فيها واعلى منها كمان. مش هتنفع بعد ما تهت ترجع لي تاني اما كنتش احط فيك روحي القدوس. ممكن واحد مجازا يقول على اولاده كده ولادي دول غاليين على قلبي قوي، ده انا روحي فيهم. بس نقول له التعبير ده مجازي، لان ما فيش اب مهما حب ولاده يعرف يحط روحه في ولاده. الوحيد اللي عمل كده فعلا ربنا له كل مجد، يحط روحه في ولاده. وده اللي حصل فين؟ في يوم الخمسين في العلية والتلاميذ مجتمعين. هأنا ذا هسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. يعني مش بس هسكب روحي عليك، يعني مش بس الروح القدس يحل على التلاميذ يوم الخمسين على 12 واحد أو اللي كانوا مجتمعين أيا كان عددهم، لا ده على ذريتك كمان. وعد بأن انسكاب الروح القدس هيستمر في الكنيسة جيل بعد جيل، زي ما الميرون في الكنيسة مستمر جيل بعد جيل. وكل أب بطرك يجي يصنع الميرون ويستمر الميرون اللي هو بيسكن فيه الروح القدس فينا وبيدشن بيه الكنائس والهياكل. ميرون مستمر في الكنيسة. ممكن واحد يقول فين أيام زمان؟ كان زمان في أباء حلوين وكان في قديسين، ده احنا عصرنا البابا كرولوس، ده احنا شفنا القديسين، ده احنا نسمع في البستان عن القديسين، وكأن عصر القديسين انتهى. الحقيقة ربنا بيقول كلام مختلف، بيقول ده أنا هسكب روحي عليك وعلى ذريتك. وكأن ده وعد ان القداسة هتستمر في الكنيسة، لسه هيكون في قديسين، والكنيسة هتكون كنيسة ولود كل شوية تطلع قديسين. اسكب روحي عليك وعلى نسلك وبركتي على ذريتك فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه. عارف لما هسكب روحي عليك وعلى ذريتك هينبتوا، ينبتوا يعني زي النبتة اللي بتكبر، بس النبتة دي هتكون طويلة جدا وعظيمة جدا زي الصفصاف،
والصفصاف ده الشجرة شاهقة الارتفاع، فيكونون مثل الصفصاف بين العشب. يعني الإنسان الممتلئ من الروح القدس هيكون المسافة بينه وبين الإنسان الغير ممتلئ زي المسافة اللي بين العشب والصفصاف، هيبقى زي الصفصاف والباقي حواليه زي العشب. بس ما أجمل إن الصفصاف ما ياخدش باله إنه صفصاف، لكن رؤية ربنا ليه إنه صفصاف، رؤية ربنا ليه إنه قديس عظيم ممتلئ من روح القدس، مش هو يبص حواليه ويحتقر اللي حواليه ويقول عليهم عشب وأنا صفصاف. إنما لو تسألوا أنت إيه يقولك أنا أغلب واحد وأضعف واحد، الخطاه الذين أولهم أنا، تقول له طب أنت إيه رأيك يا رب في بولس؟ يقول راجل فاضل، راجل قديس زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه، شجرة مرتوية باستمرار مثل الصفصاف على مجاري المياه. تفكرنا بالمزمور الأول، شجرة مروية باستمرار، أصلها مروية بفعل الروح القدس. عمرك شفت واحد رايح يروي شجرة مزروعة على مجرى المية مش محتاجها لأنها شربة شربة، لأن مجرى المياه رايح جاي يروي فيها. فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه، هذا يقول أنا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، وهذا يكتب بيده للرب وباسم إسرائيل يلقب. يعني إيه الكلمة دي؟ هذا يقول أنا للرب، يعني الإنسان اللي هيبقى مثل الصفصاف هيبقى الشعار بتاعه كده أنا للرب. تقول له أنت مين؟ يقول لك أنا للرب. تقول له أنت متأكد؟ يقول جدا، الهوية بتاعتي واضحة جدا جوايا، زي بولس لما يقول بولس رسول لا من الناس بل من الله، عبد يسوع المسيح. لو سألته لمن أنت يعرف يجاوب بمنتهى القوة، عبد يسوع المسيح. فيقول كده لما نمتلئ بالروح القدس هنعرف نقول أنا للرب، لأن الروح القدس هيكرس القلوب، كل قلب مكرس، وكأن التكريس ليس في الزي ولا في الدرجة، ولكن التكريس الداخلي هو تكريس عام لكل الكنيسة. كل الكنيسة الممتلئة بالروح القدس بخلاف التكريس الخاص، لكن كمان كلنا نعتبر مكرسين، لأن التكريس تكريس قلب، ويتشاوروا الناس علينا ويقول دول بتوع ربنا، وكل واحد فينا يبقى شعاره أنا للرب، أنا بتاع ربنا. ويكنى باسم يعقوب، يكنى باسم يعقوب يعني إيه؟ كناية عنه، يعني دول الجماعة بتوع ربنا، دول ولاد ربنا، يرون أعمالهم الحسنة فيفتكروا ربنا ويمجدوا أباهم الذي في السماوات. وهذا يكتب بيده للرب، يعني إيه؟ كان زمان في عادة عند الشعوب الوثنية إن كل إنسان يكتب الاسم الإله اللي بيعبده على إيده، علشان لما حد يشوفه يكتشف ده بيعبد إله مين، بيعرف ده لمين. وربنا منع الحكاية دي لأنه كانوا ساعات يعملوا وشم، والوشم ده كان يبقى يصعب جدا إن هم يشلوه، فقال لهم محدش يعمل كده. إنما لما الروح القدس ينسكب كأنه كل واحد هيتكتب على إيده أنا للرب، اسم ربنا يسوع هينطبع في ملامحنا، فهنبان كده حتى من على بعد، ملامحك هتظهرك، لغتك وصوتك وتصرفاتك وأولوياتك وقراراتك هتظهرك إنك للرب، وكأنه اتكتب عليك بوضوح للرب، قدس للرب. كان زمان في العهد القديم الكاهن يلبس عمامة مكتوب عليها صفيحة ذهب قدس للرب، وكأنه كل واحد مكرس، حتى التكريس العام اللي كلنا مكرسين به كأنه كل واحد مكتوب على ملامحه كده للرب. فيكتب بيده للرب وباسم إسرائيل يلقب، هتبقى باسم إسرائيل، يكتب للرب. حتى لما كلمة يكتب دي بنستخدمها لما واحد نقول له أملاكك هتعمل فيها إيه، يقول هكتبها باسم فلان، هكتبها لأولادي، هكتبها لزوجتي، هكتبها لإخواتي، هكتبها باسمهم. يعني إيه؟ يعني تبقى في ملكيتهم وتابع عليهم، فيتقال علينا احنا كمان كده، هيتكتب علينا كده للرب، فهنبقى في ملكيته وتابعين ليه.
هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه، أحد ألقاب إلهنا القدوس، فادينا ملك إسرائيل وفاديه. يعني إيه فاديه؟ طب ده عهد قديم، وأشعياء ده قبل المسيح بمئات السنين، يقول هيجي يوم يبقى الفادي. عشان كده دي نبوة عن مسيحنا القدوس الفادي. يعني إيه فادي؟ زي ما يكون في واحد عليه طار وهندفع له فدية، ندفع الفلوس دي وبعدين ناخد اللي لينا، فيبقى ثمنه كام ألف. إنما بولس يقول لنا إيه؟ قد افتديتم بثمن، لا بأشياء تفنى، بل بدم بلا عيب. بدم مين؟ مش بتيوس وعجول، لكن بدم المسيح له كل مجد، دم غالي جدا. وعشان كده أصبح لقب المسيح الفادي، أصبح لقبه كده الفادي. هذا يقول ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود. بيقول إيه؟ هيوصف نفسه فيقول أنا الأول والآخر، أنا الأول وأنا الآخر، ولا إله غيري ومن مثلي. يبدو أن في الزمن ده انتشر عبادة الأوثان، وأصبح التوهان والتخبط سمة عامة، لدرجة أن الناس كانت فاكرة أن ربنا إله بس من ضمن الآلهة. تقول له أنت بتعبد مين؟ يقول لك إله إسرائيل. يقول لك أسمعنا عنه، إله حلو ده، جبار، بيعمل معجزات، شق البحر وأخرجهم من أرض مصر، وأمطر من السماء أكل، طلع لهم مية من الصخرة، ده إله حلو. إنما إحنا بنعبد إله تاني، وكأنهم بيحطوا ربنا في مقارنة مع الآلهة الأخرى. فربنا حب يصحح الوضع ويصحح المعلومة، فقال لهم كده هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر، الآخر، ولا إله غيري. مفيش آلهة تانية، أنا مش من ضمن. زي المسيح وقف ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الطريق والحق الوحيد، مفيش سكة تانية، مفيش كل الطرق توصل، ودي طريقة ودي طريقة، مفيش غير طريق واحد، أنا هو الطريق، لا يوجد إله غيري. ومن مثلي؟ سؤال ربنا بيسأله وكأنه منتظر إجابة، مين يعرف يجاوب؟ من مثلي؟ حد مرة سأل السؤال ده وقال أصير مثل العلي، كانت سؤال بتاع الشيطان اللي تكبر وقال أصير مثل العلي، اشتهى الألوهية، اشتهى أن يكون مثل العلي. السؤال ده ربنا لما يسأله الكل يغزى، مين مثل ربنا؟ محدش. مين زي ربنا في حكمته، في رحمته، في حبه، في طول أناته، في تواضعه؟ من مثلي؟ نقول يا رب ده سؤال ملوش إجابة، كل ما تسأله كلنا نحط وشنا في الأرض. ده أنت قدوس قوي، إحنا مش قدسين. ده أنت عالي قوي، إحنا لسه تحت. ده أنت عظيم جدا، إحنا لسه مغلوبين من خطايانا حتى البدائية، لسه بنقع فيها. مفيش زيك يا رب. ينادي فليخبر به ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم. يعني اللي شايف إله تاني يجيبه يعرضه. سؤال ربنا بيخجل بيه بني إسرائيل، بيقول لهم اللي عنده إله يطلعوا كده يوريه لنا، هاتوا هنا لما نشوف، اللي عنده إله يعتز بيه يطلعوا كده لما نشوف، حطوا كده في مقارنة مع ربنا وقول لي من مثلي. عندك إله يدخل في مقارنة مع ربنا؟ يطلع إيه بقى اللي عندك ده؟ اللي عنده إله كده ينادي به فليخبر ويعرضه، هاتوا كده لما نشوف. منذ وضعت الشعب القديم، يعني من ساعة ما عملت معجزات وأعمال عظيمة مع الشعب القديم، والمستقبلات وما سيأتي لتخبروهم بها. يعني أنا عملت أعمال عظيمة وعجيبة ولسه كمان هعمل في المستقبلات علشان تخبروا بيها من جيل إلى جيل، يفضل كل جيل يخبر بأعمال الله. مين عنده إله عمل وهيعمل؟ مين عنده إله عمل أعمال عظيمة ولسه هيعمل أعمال عظيمة أيضا؟ مين عنده إله ده؟ ويفضل السؤال بتاع من مثلي سؤال بدون إجابة، محدش يقدر يجاوبه.
لا ترتعب ولا ترتاع، أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك. ربنا بيكرر تاني الوعد الحلو، لا ترتعب ولا ترتاع يا حبيبي، ما تخافش، وكأنه عارف إن إحنا كبشر كل شوية نسمع خبر نتهز، ونسمع إشاعة تبرجلنا وتلخبطنا. يا حبيبي ما تخافش، من مثلي؟ ده أنا عملت وهعمل. أنت ناسي اللي فات؟ ناسي عد علينا إيه؟ ناسي إن أنا قلتلك أما أخبرتك؟ مش أنا قلتلك؟ مش أنا أعلمتك؟ هو أنا ضحكت عليك؟ مش قلتلك في العالم سيكون لكم ضيق؟ طب يا ربي ده في ذئاب حوالينا. قلت طب أنا مش قلتلكم أرسلكم كحملان وسط ذئاب؟ نقول له طب ده في أسود. يقول مش قلتلكم إبليس عدوكم يجول كأسد زائر؟ طب يا ربي ده في حياة، قلتلكم هتطق الحياة، وقلتلكم أعطيكم سلطان على العقارب والحياة. مش أنا قلتلك؟ مستغرب ليه؟ عشان كده في رسالة يعقوب يقول لنا عبارة عجيبة، مش يقولك ما تخافش من التجارب أو ما تتضايقش من التجارب، ده يقول عبارة أغرب من كده، يقول لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب. يعني حتى مش ما تتضايقش ولا تقلق، ما تستغربش، علشان أنا قلت ده وأعلنته من الأول، قلت لكم في العالم سيكون لكم ضيق، لكن قلت بوضوح أيضا وعود أنا قد غلبت العالم. قلت الشيطان هيجري وراك، لكن قلت لك نعمتي هتسندك. قلت لك في أسود، لكن قلت لك الأسود دي هتبقى عند رجليك زي القطط ما قعدت عند رجلين دانيال. وقلت لك هيبقى في نيران مرتفعة، لكن النار مش هتلسعك، يدوبك تفك القيود زي ما حصل مع التلات فتية. قلت لك هيبقى في حروب وهيبقى في ضغوط، لكن قلت لك ثق أنا قد غلبت العالم. عشان كده ربنا بيقول لنا العبارة دي، أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك. مش أنا قلت؟ استغرب ليه؟ ساعات لما بندخل في أول مشكلة نبص للسماء باستغراب كده، برضو يا رب طب ده احنا بنصلي ونصوم، طب وحد قال لك يا حبيبي لما تصلي وتصوم مش هيبقى فيه دقات ولا تجارب؟ يعني لما صلي وتصوم التجارب هتزيد؟ لا مش شرط. في واحد يخاف يصلي ويصوم ويقرب من ربنا ويعدل طريقه، أحسن سمع عبارة بتقول لطريقه يتعدل ربنا بياخده في أحسن وقت، فيقول لك بلاش أحسن، أعدل طريقي، أحسن وقت يجي، خليك في الوقت الملخبط، وكأن ما فيش حد مشي في الوقت الملخبط. طبعا فكرة مش مظبوط، أما أخبرتك تمشي معايا على طول، أما أخبرتك ما تخافش. الشيطان ساعات يخوفنا حتى من المشي مع ربنا، يضحك علينا بأي كلمة، المهم ما يخوفنا إن احنا نمشي مع ربنا. أما أخبرتك وأعلمتك فأنتم شهودي. هل يوجد إله غيري؟ بدل ما تبقى خايف وشكلك مرعوب، الناس المفروض تشوف فيك إنك شاهد لي. أنتم شهودي، كلمة كبيرة ومسؤولية عظيمة ربنا بيحملنا بيها. إحنا شهودك يا رب، يعني أنت معتمد علينا. تحكي قصة مجازية إنه المسيح له كل مجد، لما صعد للسماء الملائكة قالوا له العمل العظيم اللي أنت صنعته، قصة مجازية ما حصلتش، يعني أب من الآباء بيتخيل، يعني كأن في واحد من الملائكة تجرأ يسأل ربنا، يقول له العمل العظيم اللي انت صنعته مين دري بيه؟ ال 12 تلميذ ولا ال 70 رسول ولا حتى كم ألف اللي أكلوا على الجبل؟ كم واحد دريوا بالعمل العظيم الفداء والخلاص يعني؟ طب بالنسبة للجيل ده دريوا شوية في أورشليم، طب بقيت الأماكن؟ طب بالنسبة للزمن ده في شوية عرفوا، طب بقيت الأجيال؟ أنت معتمد على مين في الكرازة يا رب؟ يقول له معتمد على تلاميذي. فالملاك يتجرأ ويقول له معتمد على مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا اللي كلهم غلب وضعفات، يقول يقول له ماذا لو بطرس كسل ويوحنا خاف؟ فتقول القصة المجازية ان المسيح يسكت ويقول له في الحقيقة كل هذا العمل العظيم انا معتمد تماما على تلاميذي ان هم يوصلوا
الخبر الحلو ده إلى كل الأجيال بفعل وقوة روح القدوس طبعا. عشان كده لما ربنا يقول أنتم شهودي، كأن ربنا بيقول أنا متكل عليك يا حبيبي. ممكن تكون أنت الشاهد لي في المدرسة دي أو في الشركة دي أو في المصنع ده، أنتم شهودي. نشهد لك إزاي؟ قل لي هتشهد لي بكل حاجة، بمظهرك، بمشيتك، بضحكتك، بتضحك على إيه، بتتكلم في إيه، بتتصرف إزاي، أولوياتك إيه. هل أنت شبه العالم ولا شكلك مختلف عن العالم؟ حتى لو العالم استغربك أو حتى أبغضك، ده معناه أن أنتم شهودي، لأنها أولوية عندي أني أشهد للمسيح. ساعات كتير يكون في أسئلة من نوع أسئلة، هل يليق نعمل كذا ولا لا يليق نعمل كذا، نلبس ده ولا منشرب ده ولا ناكل ده ولا نروح هنا ولا هنا. والإجابة قد نختلف فيها كتير ويبقى فيها مساحات واسعة من الاختلاف، إنما في إجابة أبسط وأسهل لكن أعمق، أنتم شهودي. قيس عليها كده السؤال بتاعك ينفع ولا لا. لو قست على كلمة أنتم شهودي، حاجات كتير من اللي بنسأل فيها هنسمع إجابتها جوانا، الروح القدس هيقول بصراحة الشيء ده يليق ولا لا يليق. أنتم شهودي هل يوجد إله غيري؟ الناس عايزة تشوفنا حاسين وشايفين ومتمسكين ومتمتعين بعلاقتنا وعشرتنا مع المسيح، ومفيش في حياتنا إله تاني. ودي هتكون أقوى وأعظم شهادة للمسيح، هل يوجد إله غيري؟ ولا صخرة لا أعلم بها، ولا حد مسك صخرة كده ونحتها وأنا مش عارف، أو أي شيء أنا لا أعرفه. الذين يصورون صنما كلهم باطل، ومشتهياتهم لا تنفع، وشهودهم هي لا تبصر ولا تعرف حتى تغزى. الذين يصورون صنما، يصورون يعني إيه؟ يعني يعمل منه صورة، يعني بتكون المادة خشب أو معدن ملهاش شكل، إنما الإنسان ياخدها ويعمل لها شكل، يصورها يعمل لها صورة، وبعد ما يعمل لها صورة وتبقى مشتهياتهم. شهودهم هي، يعني عارفين مين اللي يشهد عليهم، الأصنام دي، الحجارة والخشب دي هي اللي هتشهد عليهم. وهي لا تبصر ولا تعرف حتى تغزى. شتان الفرق بين إله تصنعه وبين إله يصنعك. يقول لك من وانت في البطن جبلتك وصنعتك، أنا جابلك وأنا صنعك، زي ما قال في أول الإصحاح. وبعدين يجي يقول لي إيه، الناس التايهة دي ومتلخبطة هم اللي جايبين الإله اللي بيصنعوه. المسافة لا نهائية بين إله يصنعك ويعرفك وانت في البطن وبين إله صنعت الأيدي. من صور إلها وسبك صنما لغير نفع، عدد 10. مين عمل إله وصوره دلو صورة لغير نفع؟ يا حبيبي مش هينفعك، أي إله أنت اللي عملته بإيديك مش هينفعك. شيل كلمة إله أو أصنام وحط أي حاجة قلبي مرتبط بيها. قد يكون الإله أو الصنم مش شوية خشب وحجارة، قد يكون صنمي هو النسبي وعيلتي بفتخر بيها، لا تنفع. قد يكون الشيء اللي بفتخر بيه علمي وذكائي وعقلانيتي، قد يكون الشيء اللي بفتخر بيه أصدقائي ومعارفي، قد يكون المال، قد يكون الجمال، أي شيء أنا صنعته بإيدي أو شيء مادي هو لا ينفع لغير نفع. يقول كده ربنا، طالما بيتشاف بالعين يبقى مش هينفع. ليه؟ يقول أصل كل اللي بيتشاف بالعين هينتهي وهيخلص، لدرجة معلمنا بولس الرسول يقول عبارة في منتهى العجب، لو قالها لأي واحد كده ما يعرفش بولس يسيبه ويمشي ويستغرب. بولس يقول إيه؟ نحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، يعني أنا مش ببص على أي حاجة بتتشاف. يقول له ما بتبص على إيه؟ قل له للأشياء التي لا ترى، يعني ما ببصش على اللي بيتشاف، ببص على الأمور التي لا ترى.
مين يقبل الكلام ده؟ يقول له أيوة، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. فإحنا نبص على السماء مش على الأصنام اللي موجودة في الأرض اللي مصنوعة، اللي عمالة تزغل العينين الناس في فترين وشهوات مختلفة، كل شوية يطلع موضة وصيحة تخلي الناس تجري وراها وتتشغل بيها. ها كل أصحاب يغزون والصناع هم من الناس، يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويغزون معا. اللي صنع الإله واللي دفع ثمنه كله، يعني الإنسان اللي كان بيصنع الإله على حسابه واللي وداه للصانع اللي عمله، هيقفوا كلهم مع بعض ويغزون. يقول اللي احنا كنا بنعمله ده، ايه اللي كنا مشغولين بيه ده؟ هيجي يوم كل واحد مشغول بصنم، هي وهو في السماء كده هيبص على الشريط وهو بيتعاد كله ويقول ايه اللي كنا مشغولين ده؟ ده ياما دفع فلوس وياما ضيعنا وقت وصحة وانشغالات وخناقات وقضايا وخلافات ونزاعات على آلهة تغزي ملهاش قيمة ولا بتفرح ولا نفع لها. طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوي. يعني ايه؟ يعني مسك الحديد وقعد يدق عليه بالقدوم، القدوم ده حاجة زي الشاكوش كده، وعمل في الفحم يعني دخله في الفرن في درجة حرارة، وبعدين بالمطارق يصوره، قعد يضرب عليه بالمطرقة لغاية ما اداله صورة وشكل. حتة الحديدة اللي ما كانش ليها شكل هو اللي صورها بالمطارق، فيصنعه بذراع قوته. عجيبة الآية دي، إله الإنسان صنعه بذراع قوته. ساعات الإنسان يفتخر بالحكاية دي، يقول أنا الفلوس دي عملتها بتعبي وبشقايا، أنا المستوى اللي أنا وصلت له ده بتعبي وبشقايا، ويبقى فخور بيه. طبعا مش غلط أنه يتعب وأنه يصنع نجاح، إنما لما يصبح النجاح ده إله يتعبد ليه، يبقى هنا في مشكلة كبيرة. تفتخر بإيه؟ ده الآلهة دي لا تنفع. يصوره فيصنعه بذراع قوته، تعبني قوي وأنا بصنعه. واحد يبص للإله بتاعه الصنم بتاعه ويقوله أخذ مني جهد كبير، أو الصانع اللي كان بيصنعه تعب قوي فيه، قعد يدق عليه بذراع قوته. تحس إنه معلمنا أشعية بيقولها في صورة أدبية وكأنه بيسخر يعني من جهل وسخافة عبودية الأصنام. يقول الإنسان اللي بيصنعه من كتر ما هو بيصنعه بذراع قوته يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب من كتر ما قعد يدق في الحديد والخشب، جاع وعطش. النجار والحداد اللي بيشتغل في الإله، شعية بيقول له كده، ده الحداد اللي انت وديت له الإله جاع وعطش وهو بيعمله حاجة تكسف. يعني شتان الفرق بين إله يجوعك ويعطشك وبين إله يقول لك تعالى مديك جسدي ودمي. ودي المسافة اللي بين آلهة الشر آلهة العالم وما بين إلهنا القدوس. إله بيجوع وإله يعطش وإله يرهق ويتعب ويستنفذ قوتك، ياما آلهة تستنفذ القوة، بينما إلهنا القدوس هو سر القوة وسر الفرح وسر الشبع وسر النعم وسر الارتواء. يعطينا روح القدوس، ده كرامة كبيرة قوي يا رب. يقول عندي أكتر من كده كمان، تعال حبيبي افتح بقك عشان أحط جسدي ودمي فيك فتتحد بيا وتصير واحد معي. يعني أنا اتحد بيك يا رب، يقول آه مش أنا تجسدت عشانك، إيه رأيك لما أنت كمان تتحد بيا؟ بقدر استطاعتك وبقدر احتمالك هديك كده حتة من عندي علشان تتحد بيا وترتفع شوية. طبعا إلهنا القدوس بطبيعته العظيمة وطبيعتنا البسيطة ما نقدرش نتحد بيه ونبقى مساويين ليه في الطبيعة، لكن هو قبل باتضاعه أنه يعطينا زي ما أخذ الذي لنا يعطينا من الذي له فنتحد بيه. لم يشرب ماء وقد تعب، إنما إلهنا القدوس تعب وعطش على الصليب علشان يروينا. نجر خشبا مد الخيط بالمخرز يعلمه.
يعني النجار لما يمسك حتة الخشب ويقعد يدق عليها ومد الخيط، يعني كان بيقيس بالخيط ويحط علامات يعلمه عشان يعرف هينشر فين ويقطع فين. يصنعه بالأزاميل وبالدوارة يرسمه، فيصنعه كشبه رجلا، يعني قاعد يشتغل بيه بالأدوات بتاعته ومسخر كل أدواته عشان يصنع إله. انت تعبان كل التعب ده عشان تصنع إله؟ ويقول اه، وعارف هو بيشتغل في الإله بتاعه، الورشة اتملت نشارة في الأرض والأدوات كلها غطاها الفضلات بتاعت الخشب. ساعات يحصل كده، ساعات إنسان يتعب جدا وتضيع أهم وأجمل سنين عمره وهو تعبان علشان يصنع الإله بتاعه، بينما الأيام تمر وهو مدي ظهره لأعظم إله مستنيه. يقول له كنت بتعمل إيه؟ قلت، يقول كنت بصنعه كشبه رجل كجمال إنسان ليسكن في البيت. كنت بصنعه كشبه رجل، يعني لغاية النهاردة ما عرفتش تعمل رجل، كشبه رجل. كل الحكاية إن اداله صورة من بره، صورة خادعة. يجوز يعمله زي بعض المتاحف اللي بتكون متقنة جدا. البعض مثلا المتاحف يعملوا تماثيل زي التماثيل بالشمع، لما تشوفه يبقى التمثال خلاص هينطق. ممكن ياخد ملامح إنسان حقيقي، يعملوا تماثيل للمشاهير ويبقى الإنسان بشعره بعينيه بالظل اللي عليه برموش عينيه باين قوي، بس لو مسكته تلاقيه في الآخر إيه؟ تمثال. أتريكا شبه رجل، وكلمة كا شبه دي يعني مهما وصل الإنسان من تقنيات عالية جدا كل اللي يقدر يعمله كشبه رجل. إنما تعالى اسأل العلماء كده، يقول لك احنا وصلنا في العلم لدرجات عالية، احنا طلعنا القمر ونزلنا مجسات الأرض وصورنا الكون واكتشفنا وعرفنا التفاصيل بتاعت جسد الإنسان وقرينا الكود بتاع جسد الإنسان والحمض بتاعه اللي هو الدي ان ايه. تقول له طب ايه رأيك بكل العلم اللي انت فيه ده؟ مش هقول لك تعرف تعمل رجل او انسان، تعرف تعمل خلية حية؟ يقول لا معرفش، كل الشطارة دي معرفش يعمل حاجة اسمها خلية حية، معرفش يعمل حباية عدس نحطها في الارض ونسقيها تطلع شجرة وترويها تطلع حياة. فمرقس 4 يقول يشبه ملكوت السماوات إنسان ألقى بذورا في الأرض وبعدين كان ينام ويقوم والزرع ينمو. بس يعلق معلمنا مرقس تعليق بين قوسين كده مهم جدا، يقول والزرع ينمو وهو لا يعلم كيف. أتريه لغاية النهاردة لا يعلم كيف؟ إيه هو سر الحياة؟ لا يعلم كيف. قول زي ما تقول، اكتب كتب، اعمل علم زي ما تقول وانشر إصدارات، إنما كل ده كشبه رجل، مش هتعرف توصل للحياة اللي بيصنعها الله، لأن سر الحياة هي في الله، لأن الله هو الحياة. لما خلق آدم بعد ما صنعه من الطين ما اكتفاش بكده، إنما نفخ فيه فصار نفسا حية. دي بقى اطلع فوق وانزل تحت، مش هتعرف تجيبها، تجيب منين النفس ده؟ تجيب منين النفخة دي؟ نفخة الحياة. ده الوحيد اللي قال أنا هو الحياة ومصدر الحياة هو المسيح. حاجات كتير بنصنعها كشبه رجل، شكلها يفرح بس كشبه رجل، شكلها يسند ويأمن تستند عليها بس كشبه رجل، ما تسندش ولا تفرح، كل شطارتها إنها تخدع من بعيد. أتريها هتظل برضو كشبه رجل، كجمال إنسان ليسكن في البيت. بعد ما عملوا كده بإتقان واداله صورة الجمال، شالوا على كتفه ومشي بيه علشان يحطه في ركن في البيت ويفرح أهل بيته، يقول لهم تعالوا يا أولاد شوفوا جبت لكم إله حلو، دفعت فيه مبلغ حلو علشان أجيبه وحطه في البيت علشان ده يبقى إلهنا. تصور إن رب البيت ساعات يجيب إله غريب ويحطه في البيت ويكون سبب عثرة للبيت كله. أتريه جايب إله غريب، ولما الأولاد يطلعوا أو الأجيال تطلع بعيدة عن ربنا
نبقى عارفين السبب. أصل في البيت كان في إله غريب، وكأن في توصية من أبونا إشعياء أو معلمنا إشعياء: طهروا بيوتكم من أي إله غريب، حتى لو كان شكله حلو، حتى لو كان شكله يطمن، هيفضل إيه؟ خشب حديد، لكن لا نفع له. ليسكن في البيت، طهروا البيت من كل إله غريب. قطع لنفسه أرزا وأخذ سنديانا وبلوطا، واختار لنفسه من أشجار الوعر وغرس صنوبرا والمطر ينميه. يعني الراجل اللي كان عايز يعمل صنم ده اتمشى في الحقول والغابات وعجبته كم شجرة، مرة يمسك شجرة أرز، مرة يقول لا شجرة سنديان خشبها حلو وقوي، مرة يختار البلوط، إنما كل مرة يختار حتة شجر ويعلم عليها ويقطعها ويشيلها على كتفه ويمشي بيها ويروح للصانع علشان يصنعها. اختار لنفسه من الأشجار الوعر. إنسان يختار لنفسه إله، وربنا يسوع إلهنا القدوس يقول لأشعياء كده: أنا اخترتك. أنه أحسن إن أنت تختار إله ولا تفرح بالإله اللي اختارك؟ ويقول معلمنا بولس كده: اخترنا فيه منذ تأسيس العالم. يعني قبل تأسيس العالم وإحنا في ذهن ربنا. اوعى تفتكر إنك واحد من ضمن أو اسم موجود في السجلات، ده أنت ربنا مختارك بالاسم، ومختارك بالاسم قبل تأسيس العالم. مش الحياة بانتظامها أنتجت لينا الناس دي، إنما لا، ده ربنا اختارنا اختيار مدقق جدا قبل تأسيس العالم، كنا في ذهنه. ربنا لما خلق آدم كان يعرف إن آدم هيسقط. تقول له: يا رب طب خلقته ليه؟ يقول: عشان بحبه. يقول: طب ما هو ما كانش موجود. يقول: كنت بحبه وهو مش موجود. انت ما تعرفش تحب غير اللي موجود قدامك، انما انا اعرف احبه وهو حتى فكره في ذهني. طب انت عارف ان الفكره دي يا رب هتجيب لك الوجع والالم كله؟ يقول: مستعد اتعب علشان خاطر ادم، اعطيه الحياه واعطيه حريه الاختيار، وادم يسقط وانا انزل في ملء الزمان عشان اتجسد وبعدين افديه وبعدين اختار وثبت له الكنيسة ووجد له الأسرار، وفي الآخر أرتقي بيه مرة أخرى وأرفعه معايا مرة أخرى بطبيعة أعلى وأسمى عشان يخش السماء. تقول له: المشروع ده كله كان في بالك منذ تأسيس العالم؟ يقول لك: أيوة. أما اللي أنت فاكر إيه؟ فاكر يعني أن أنا اتفاجئت، أو الأحداث يعني لما حصل أن آدم سقط ربنا انزعج وقال: إيه بس اللي حصل ده؟ أنا ما كنتش عامل حسابي على كده. الحقيقة ربنا اختارنا منذ تأسيس العالم، وعرفنا بالاسم مين هيكون موجود فين وإمتى، ومرتب له اسم ومرتب له خلاصه بدقة شديدة. كلمة اخترته معناها أنه ممكن ربنا يكون اختارك اختيار خاص جدا. بني إسرائيل فهموا أن هم الشعب المختار، فهموا الفكرة دي غلط. ربنا اختار بني إسرائيل من أجل الخدمة، اختارهم كشعب عينة من وسط كل الشعوب علشان يبدأ بيهم قصة الخلاص ويجي المسيح من نسلهم، وبعدين هكذا أحب الله العالم، مش بني إسرائيل بس، العالم كله. فأصبح الاختيار والدعوة للخلاص للعالم كله، إنما الاختيار للخدمة قد يكون للبعض. يعني البعض ممكن ربنا يختارهم اختيار خاص من أجل دعوة خاصة في الخدمة. ومعلمنا بولس يقول الكنيسة فيها معلمين، فيها أنبياء، فيها رسل، فيها كل واحد بالموهبة بتاعته. ممكن يبقى في خادم، في شماس، في كاهن، في أسقف، في بطرك، كل واحد اختيره اختيار خاص، إنما كل الناس اللي موجودة دي اختيرت الاختيار العام لأجل خلاصهم. فيصير قطع لنفسه أرزا وأخذ سنديانا وبلوطا، واختار لنفسه من أشجار الوعر، غرس صنوبرا والمطر ينميه. تقول له: عارف الخشبة اللي انت شايلها على ظهرك وماشي بيها دي؟ عارف كبرت كده ازاي؟ المطر اللي جه من عند ربنا هو اللي كبرها. المطر ينميه، فيصير للناس للإيقاد، ويأخذ منه ويتدفأ،
يعني الناس بتاخد الخشب تولع فيها عشان تنور. ايه النور ده؟ نور جاي من الخشب. طب والنور اللي جاي من الارض، الخشب يعني الحاجه اللي منزوعه من الارض، يعمل ايه؟ يعمل حريق ويعمل دخان، ولما تبص له عينك تلتهب ويطلع دخان يحرق العينين. بينما ربنا يسوع من ألقابه يقول أنا هو الإيه؟ النور الحقيقي. وكأنه عايز يفرق بين الخشبة لما تتحرق وتطلع دخان تحرق العين، وبين إلهنا القدوس اللي يسمي نفسه النور الحقيقي. النور الحقيقي، والمسافة واسعة جدا بين النور اللي بيزغلل العين ويتعبها وبين النور الحقيقي. ممكن العلم والمنطق يصير نور من النوع ده، يلهب العينين، تطلع فكرة جديدة والناس تمشي وراها، بس أتريها فكرة يعني توجع العين وتلهبها من بعيد، شكلها نور وتشدنا، بس عايز أقول لك حاجة، هي نور بس مش نور حقيقي. لكن تعالى اتمتع بالنور الحقيقي واشبع بالإله الحلو اللي وقف في العيد كده في الهيكل وأنار الهيكل كله لما قال أنا هو النور الحقيقي، فيصير للناس للإيقاد ويأخذ منه يتدفأ. يعني الناس تمسك حتة الخشبة دي تحرقها علشان تنور، وممكن كمان تقعد تتدفي بيها، تقعد تتدفى بالخشب، لأن الخشب لما يتحرق يطلع حرارة. طب إيه رأيك عندنا حضن مفتوح للي يحب يتدفى فيه واللي يحب يشعر بالأمان؟ بين منكبيه أحتمي، يقول كده معلمنا داود النبي. إيه رأيك في الحضن المفتوح ده اللي يدفيك من برد العالم ومن برودة الخطية؟ يشعل أيضا ويخبز خبزا ثم يصنع إلها فيسجد، نفس المعنى بيتكرر. قد صنعه صنما وخر له، نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما. شيء عجب، بيسخر أشعيا النبي، يقول قطع شجرة وشالها على كتفه وراح بيها البيت، والشجرة اللي قطعها دي قسمها نصين، نص اتدفى بيه والنص التاني عملوا إله. شيء بلا منطق ان تبقى الاله بتاعك كان ممكن مرشح انه يتحرق، او مرشح انه يتعمل فيه اي شيء مادي، كانه عايز يحطنا قدام واقع. خلي بالك من سخافه وسذاجه عباده الاوثان، ياما ناس هتكتشف ان في فكره كانت شغلاها وبتحارب عشانها ورايحه جايه عليها، وبتلف حوالينها طول النهار والليل، تكلفها اعباء كتير ماليه وماديه، بينما الفكرة طلعت في الآخر ولا تستاهل، ده طلعت حتة خشب. إيه يعني الخشبة دي؟ كانت ممكن دي تتحرق ودي تبقى إله، أو العكس. نفس الحكاية لما الإنسان يكتشف سذاجة العمل اللي هو مشغول بيه، يقول لك أنا عندي كرامتي دي أهم من أي حاجة، هتطلع في السماء تكتشف إنها مش أهم من أي حاجة. واحد يقول أنا شغلي أهم من أي حاجة، وممكن يحط الكلام ده في شكل شعار حلو ويليق، يعني شعار جذاب، يقول أصل العمل ربنا عايزنا نكون أمناء فيه. طبعا طبعا ربنا عايزنا نكون أمناء فيه، وتحت شعار الأمانة في العمل يدي ظهره للحياة الروحية، أصل أنا أمين في العمل. واحد يقول ربنا خلقنا أحرار، والإنسان بيعامل ربنا والضمير اللي جواه، وبلاش مظهرية، اللي ضمير يريحني هو اللي عمله. وتحت شعار محاربة المظهرية يدي ظهره لكل وصية، يقول اللي أنا مرتاح له هعمله. أتري إله من خشب أنت اللي صنعته؟ شعار كذاب أنت اللي مشيت وراه. واحدة تقول أنا ما يهمنيش رأي الناس، يبدو الكلام إنها متواضعة ومش فارق معها كلام الناس، إنما في واقع الأمر ده ممكن يكون تصريح بأن الواحد يلخبط وتصرف تصرفات ممكن تكون معثرة. واحد يقول أصله مش بالصيام، ربنا رب قلوب. اوعى تفتكر ان ربنا يفرق مع الصيام واكلت ايه وشربت ايه، مش بالصيام. وتحت شعار ربنا رب قلوب ممكن يكون عايز
يعني يتنازل عن وصية الصوم ويضحك عليه، أصل الشعار اللي كان رفعه واليافطة اللي كان ماشي بيها كان شكلها حلو، أتريها حتة خشب لو اتحرقت تحرق العين وتزغلل العين؟ لا يا حبيبي، الوصية واضحة، وصية ربنا والكنيسة واضحة. واحد يقول مش بمروح الكنايس، صدقني يا ابونا ده ممكن يكون في ناس جوه الكنيسة وبعيد عن ربنا، صح؟ أمال بإيه بقى؟ بعدم مروح الكنيسة، وكأني عايز يدي نفسه حل إنه يفضل بره الكنيسة، فيقول أنا هفضل بره الكنيسة وحرر نفسي من كل القيود وكل الوصايا وربنا رب قلوب. لا يا حبيبي، ده صنم جديد أنت شايله على كتفك وماشي بيه، ويعني الصنم ده كان ممكن جدا يضيعك. حاسب من الأصنام الكذابة اللي احنا طول النهار بنرفعها كشعارات ونمشي وراها. قد صنعه صنما وخر له، عمل الشعار ده صنم وقعد يسجد له ويخر لي ليل مع نهار، نصفه أحرقه بالنار وعلى نصفه يأكل لحما، يشوي مشويا ويشبع. قعد يأكل، تقول له طب والأكل اللي أكلته ده عملته إزاي؟ يقول لك شويته على حتة الخشبة دي. تقول له جبت الخشبة منين؟ يقول لك ده بقيت الإله، يعني كنت هجيب الإله بتاعي اللي فضل منه شويت عليه الأكل بتاع النهاردة واتدفيت بيه. كلامي ممكن يكون يجعلنا يعني الواحد يسخر من الكلام، بس هو ده فعلا تصرفاتنا ساعات. ساعات يبقى في تصرفات كده تثير الضحك، ايه اللي بنعمله ده؟ حاجة عجيبة جدا. في تصرفات من كده كتير. يتدفأ أيضا ويقول بخ، قد تدفأت ورأيت نارا. تعبير بخ ده يعني تعبير عند اليهود كان معناه الفرح، يعني زي ما إنسان يفرح كده ويهيس، فيقول بخ دي يعني فرحت وشبعت واتدفيت، فرحت وشبعت واتدفيت بسبب حتة الخشب اللي بقيتها عملت منه إله. وبقيت قد صنعها إلها، صنما لنفسه يخر له ويسجد ويصلي إليه. بعد ما عملوا إله، أصعب لقطة بقى وأصعب مشهد في القصة كلها، بعد ما اتدفى وكل وقال بخ دي اللي هي معناها أنا فرحت، حتة الخشبة اللي فضلت اللي عملها إله، يصدق الكذبة اللي كذبها. ساعات الإنسان يكذب كذبة ويصدقها، يقوم يروح يسجد للصنم ويقول له إيه؟ ويقول له أنت إلهي، ويقول له كده نجني لأنك أنت إلهي. إيه اللي بتعتمد عليه وتقول له نجني لأنك أنت إلهي؟ إيه اللي يستاهل أعتمد عليه؟ ده حتى البشر ربنا قال ما تتكلوش عليهم، لأنه ملعون من يعتمد على ذراع بشر. الإصحاح ده بيوبخنا عن على عبادة الأصنام. ممكن الواحد يقرأ النهاردة ويقول صح، كلام يثير السخرية، لأنه في ذلك الزمان كانوا بيعبدوا الأصنام في سذاجة، بينما النهاردة في أصنام موديل السنة اللي احنا فيها، في أصنام حديثة، في أصنام مختلفة، في أصنام يعني تناسب هذا الجيل، في فترين، في موضة، في شكل، في لبس، في سفر، في كلام جديد. ممكن يكون الصنم أي حاجة. عشان كده الواحد لما يقرأ أصحاح زي ده محتاج يقعد يراجع نفسه ويقول له يا رب من أجل روحك القدوس اللي انسكب فيا اكشف ليا إيه الأصنام اللي جوايا. ده ممكن تكون الأصنام دي قريبة جدا مني وأنا مش واخد بالي، ممكن تكون محبة غريبة بدأت تتسلل إلى قلبي، مشاعر غريبة بدأت تدخل حياتي، ممكن تكون الذات، ممكن يكون الرأي، ممكن يكون المزاج، ممكن يكون الراحة الزيادة والرفاهية. أخشى أقول لحضراتكم كمان قد تكون الخدمة الغير روحية. ساعات الإنسان يهتم بالخدمة قوي وكأن الخدمة نشاط بصورة غير روحية، فيبقى حول الخدمة اللي هي بتمجد اسم ربنا لصنم. واحد يقول له بتخدم ايه؟ يقول لا ده انا بخدم الخدمة الفلانية والفلانية والفلانية، وبنروح هنا وبنيجي هنا وبنعمل كذا. تقول له طب اخر مرة تناولت امتى؟ يقول لك مش فاكر. اخر مرة وقفت صليت امتى؟ يقول لك بصلي احيانا،
لما يبقى في ضيقه او مشكله، طب حاسس بربنا في الصلاه، متمتع بيه، شاعر بحضور ربنا. قريت اخر كتاب روحي كان امتى؟ السنه اللي فاتت. حفظت كام ايه؟ يقول ده انا خادم. قل له حاسب يا حبيبي، الخدمه اصبحت صنم، مهتم بيه قوي، ومعاد الخدمه جه وطالع اجري، انما ما صليتش لصاحب الخدمه، ما وقفتش معاه، ولا في علاقه شخصيه بيني وبينه. حتى الخدمه اللي ليها شكل روحي اخذت شكل صنم بسبب معاملتي او تعاملي معها بصوره غير روحيه. حولت الخدمه الروحيه الى نشاط، اكتيفيتي. طب ايه رايك ان ممكن يكون في ناس ملحدين ما يعرفوش ربنا اصلا، بس عندهم نشاطات، وفي بعضها انشطه تشاريتي، يعني نوع من انواع عمل الخير. ممكن يتبرع لجمعيات خير، ممكن يتبرع للمحتاجين، ممكن يتبرع حتى لجمعيات الرفق بالحيوان، هو يعتبر ده ان ده عمل خير، وده فعلا ممكن يكون شيء كويس، انما مش ناتج من علاقته الشخصيه بالمسيح. هو ما يعرفش ربنا، ولو جيت تكلمه في ربنا يقول لك انت لسه مصدق؟ تقول له طب انت مصدق ايه؟ تقول له انا، يقول لك انا مصدق ان مفيش اله. تقول له طب الصنم بتاعك ده اللي انت بتحكي عليه تعرف تجيبه عشان نحطه جنب الاله بتاعنا؟ تعال احكي لك على الاله بتاعي واعرض عليك العرض بتاعي. عندي اله وقت العوزه يشق البحر، عندي اله في وسط الصحراء والبريه يمطر من السماء اكل، يطلع لنا من من السماء، ويخرج ميه من الصخره، ولو الشمس شديد علينا يطلع لنا سحابة تضلل فوقينا، ولو بالليل الضلمة بقت الظلام دامس يطلع لنا عمود سحاب ينور لنا ويزيح شعوب من قدامنا. ايه رأيك في العرض ده؟ هل ما زلت تتمسك بهذا الإله الغير موجود اللي انت بتسميه؟ ده إله برضو، لأنك مش عارف تثبت ان ربنا موجود، فبقيت بتقول لعله يكون مش موجود، وترفع هذا الشعار عشان تحرر نفسك من أمور كتير كذبة كبيرة وانت ماشي وراها. حتى الكذبة بتاعتك انت مش قادر تثبتها، مش قادر تثبت انه مش موجود، فبقيت تؤمن انه مش موجود. طالما بتؤمن انه مش موجود، ما تيجي تؤمن بانه موجود على الأقل، ده أكثر منطقية وأكثر واقعية. إذا كان ده إيمان وده إيمان، تعالى انظر إلى إلهنا القدوس اللي بيعرض على شعبه روحه القدوس يسكن فينا، وبيعرض علينا جسده ودمه، وبيعرض سكناه، وبيعرض إنه يدينا كل فرح وكل شبع. الفرق شاسع بين إله إحنا عارفينه، وبين إله أتعبنا في صنعه، وبين إله يعرفنا وتعب من أجل خلاصنا. عشان كده بعد قراية هذا الإصحاح الواحد محتاج يقعد يفكر بعمق، إيه الإله اللي في حياتي اللي محتاج أتوب عن وجوده في البيت بتاعي، لأنه ممكن يكون سبب فقدان لسلامنا وفرحنا. آلهة لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل. قد طمست عيونهم عن الإبصار، يعني ما بقوش بيعرفوا يشوفوا. الشعب ده، الناس اللي بتعبد أصنام، كأن عينيهم ما بقتش بتشوف. وعقولهم عن التعقل، يعني بقوا يتصرفوا تصرفات بالعقل، حتى المزمور يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. طب عمل ايه بعد كده؟ فحمقوا في أرجاسهم، بقيت الآية كده، يعني لما قال ليس إله غرقوا في النجاسة وفي اللخبطة وفي الخطية. لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم، حتى يقول نصف قد أحرقت بالنار وخبست أيضا على جمره خبزا، شويت لحما وأكلته، أفأصنع بقيته رقصا ولصاق شجرة أخرى؟ يرعى رمادا قلب مخدوع قد أضله، فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني. يعني في الآخر هيكتشف إنه كان بيرعى رمادا. عارفين الرماد؟ الرماد يعني النار اللي فاضلة، الحاجة اللي اتحرقت بقيتها رماد. عارف الإله بتاعك ده لما اتحرق
طلع ايه؟ رماد. في الاخر هتكتشف ان اللي كنت بتسجد له ده رماد. تكتشف الاكتشاف المحزن ده، المخجل ده، ان اللي كنت مشغول بيه ورايح جاي عليه وبتتخانق عشانه وفي نزعات عليه كان رماد، حاجة ما كان أصبحت ما كانش ليها أي لازمة. يعني ممكن واحد يقف قدام فاترينا ويبص لحاجة شكلها غالي قوي، يقول أنا نفسي في الشيء ده جدا، بعد ما يجيبه يوم واثنين وتلاتة، شهر واثنين وتلاتة، سنة واثنين وتلاتة، الحاجة دي أصبحت إيه؟ ولا حاجة، ويطلع غيرها ويطلع غيرها. وكأن طول النهار الشيطان عامل فاترينا ويحط فيها حاجات، واحنا طول النهار عينينا مزغلين على الفاترينا دي. طبعا مش غلط ان الانسان يجيب احتياجاته طالما ربنا مديله، طالما انا محتاج الشيء ده اجيبه. انما الغلط ايه؟ الغلط ان يكون عينيا مرفوعة طول الوقت على الرف بتاع الشيطان والفاترينا بتاعت العالم، يا ترى هيحط فيها ايه جديد، علشان عايز الجديد، علشان مشغول بالجديد. وكأني مش واخد بالي ان اللي انا مشغول بيه طول الوقت ده اصله رماد في الاخر. عشان كده اكتشف هذا الاكتشاف سليمان الحكيم، يسميه الكتاب او تسميه كده الكنيسة الحكيم. اشمعنى سميته الحكيم؟ اصله فهم الحقيقة دي، قال كده كل شيء باطل الاباطيل والكل باطل وقبض ريح. طلعت الحكاية كلها شوية هوى وشوية رماد ولا أصبح لها أي قيمة. الله يعطينا نعمة وبركة إن احنا نكتشف كل صنم يعطل علاقتنا معاه، لأن باختصار عبادة الأصنام أيا كان شكلها هو انفصال عن الله وعن الحكمة. ربنا يدينا نعمة وبركة يفرحنا بمعيته والالتصاق به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. ناخد آية، ايه رايكم في الايه الاخيره؟ يرعى رمادا قلب مخدوع قد اضله، فلا ينجي نفسه ولا يقول اليس كذب في يميني. ايه كده تخلينا ايه؟ الانسان ينتبه لكل شيء ويقيم كل شيء على هذه الايه وعلى هذا المقياس. يرعى رمادا قلب مخدوع قد اضله فلا ينجي نفسه. ناخد الجزء ده، يرعى رمادا قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه. ربنا يدينا نعمة وبركة. لإلهنا كل مجد دائم لا بد، أمين.